واول ما لفيت الصبح تصوير جيت بصيت لقيت دماغي وجعني ودخت. بقول لهم يا جماعه انا يا ام كامل انا دايخ. قالت لي ليش؟ قلت لها والله دماغي مصدع ودايخ. قالت لي طب اقعد هنا. قعدت لقيتني برضه حالتي مش هي، تعبت منهم تعب جامد. وراحوا خدوا مني الورق اللي كان معايا وراحوا اتصلوا بمي بالحاج مصطفى. جه يجري الراجل وراح اتصل بقى بالاسعاف على طول. جاتني الاسعاف على طول وراحوا جوا يعني نجعوني على طول. المريضة وصلتنا من مستشفى أجياد وتم إعطائها المذيب عن طريق تدخل المستشفى الافتراضي. تم التواصل معنا من أحد أطباء الطوارئ بوجود مريضة لديهم، تم نقلها من أحد مستوصفات الحرم. المريضة كانت تعاني من شلل نصفي في الشق الأيسر من الجسم. تم تنويمها في العناية المركزة واكتشفنا أن يوجد لديها رجفان أذيني مما سبب في حدوث الجلطة. تم الاتصال بنا من قبل الاستشاري وتم الدخول على منصة الطب الافتراضي والتواصل مع الاستشاري وأخذ الفحص كامل والتاريخ المرضي للمريضة. تم الاطلاع على أشعة المريضة عن بعد وتحليل الأشعة ورؤية أن المريضة في حالة سكتة دماغية حادة تستدعي تدخل، وتم اتخاذ القرار بإعطاء المريضة العلاج اللازم. كان الوقت اللي تم الإعطاء العلاج فيها كان وقت قصير، وصلنا ولله الحمد إلى معدل 25 دقيقة من دخول المريض حتى أخذ العلاج المناسب. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله.